أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما ونجاحا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب انتهاء اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا في العاصمة الأردنية عمان. هذه اللجنة المشتركة العليا هي من أكثر لجان التعاون العربي الثنائي انتظاما، إن لم تكن أكثرها انتظاما وأفخر بأن أقول أيضا إنتاجا. اليوم راجعت اللجنة المشتركة العليا في دورتها 31 المنجز ما بين دور انعقادها السابق الذي استضافته القاهرة ودور انعقادها الحالي التي تشرف المملكة الأردنية الهاشمية باستضافته، واستعرضنا الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار بما فيها ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي الدولتين بعيدا عن أي عوائق أو معيقات من أي نوع ومن أي نمط، وخصوصا الشاحنات التي تمر عبر وسائط الترانزيت. استعرضنا أيضا جملة من القضايا التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.